ارحب بحضراتكم. قبل ما اروح واستقبل طبعا كابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي وكلامنا عن الدور الاول والزوار اللي هتكون فيه، اقول بس حضراتكم بعض الاخبار الفاضله بالنسبه لنا ليه النهارده. يمكن كابتن محمود الخطيب ان شاء الله رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيغادر بكره ان شاء الله الى الرياض مع على راس وفد رفيع المستوى من النادي، يضم طبعا كل من نائب رئيس النادي الاستاذ عمرو فاروق واستاذ خالد الدرندري امين السندوه، الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الى الرياض، ويمكن الاستاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي صرح ان الزياره تاتي لحضور اجتماع كان محدد من قبل مع ممثلي المستثمرين الذين سيتولون انشاء مدينه الاهلي الرياضيه او مشروع القرن اللي تم الاعلان عنه منذ ايام ان شاء الله، اللي هي استاد النادي الاهلي وبعض الامور الخاصه وفاسيلتيز الموجوده وتفاصيل بعد اللي هي حوالين الاستاد ان شاء الله. طبعا الاستاد احنا عارفين ان هو بيسعى ل 60,000 متفرج، بيضم بعض طبعا فندق ومتحف وعدد من المشروعات ان شاء الله اللي هتعمل نقله نوعيه في المنطقه من حيث الرياضه ومن حيث كل شيء طبعا خاص بالاستثمار الرياضي في مصر ان شاء الله في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط. يعني طبعا النادي الاهلي كاسم كبير اعتقد الامور دي بتختلف كتيرا جدا لما يكون عليها اسم النادي الاهلي او براند النادي الاهلي. ومنه ان شاء الله كابتن محمود الخطيب من الرياض هيروح على الامارات ليرأس، وطبعا ومجلس الاداره اللي هيكون متواجد والوفد اللي هيكون متواجد في الرياض هيطلعوا على الامارات ليترأسوا طبعا وفد النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي هتكون ان شاء الله متواجده في الامارات عشان مباراه السوبر بامر الله. نتمنى ان شاء الله لفريقنا التوفيق ويوصل كابتن محمود الخطيب سواء بقى للرياض او للامارات بالسلامه ويرجعوا بالسلامه وتحقيق اعلى مكاسب دائما للنادي الاهلي هو هدف مجلس الاداره. برحب بكابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي وكلامنا عن طبعا الدوري الممتاز وقوته في الدور الاول والمصري الزمالك الاتحاد السكندري طنطا من الانديه الشعبيه. كابتن الرجاء بس المشكله الرجاء يعني لسه حديث العهد شويه، ولكن انا بتكلم عن الانديه اللي هي كان ليها صيت يعني بشكل كبير في الفتره السابقه. لما هنوصل للاتحاد هنتكلم عن الاتحاد وايه المطلوب في الفتره الجايه في الدور الثاني، لكن عايز اقول لك النادي المصري النادي العريق، النادي المصري السانجا مصعب نور السقا لعيبه موهوبين اينو كبير، يعني لعيبه ليها باع كبير جدا وليها تاريخ بشكل كبير للنادي المصري. النادي المصري محمد ادارته من الادارات الذكيه، يعني اول ما تولت المهمه استاذ حلبيه ادى الثقه لكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن بقاله سنتين من المدربين اللي نضجوا بشكل كبير جدا. حسام حسن هدفي مصر والعالم العربي وعميد الكره المصريه. حسام من المدربين اللي تحس ازاي وهو لاعب ما بيحبش يخسر، مقاتل بشكل كبير جدا، شرس، صفه القياده عنده وروح المعنويه والقتاليه انعكست على ادائه لفرقته بشكل كبير. يعني الفرقه الوحيده اللي بتلعب بشكل هجومي طول 90 دقيقه بيضغطوا في اي مكان وبيروحوا يخش فيهم جول يحاولوا يعوضوا يجيبوا جول يحاولوا يجيبوا الجول الثاني، فليهم اسلوب وليهم طابع بشكل كبير جدا ما اتعملش في النادي المصري يمكن من سنين. حسام حسن بنحييه خلال الفترتين اللي فاتوا دول من توليته لمهمه النادي المصري قدر يستقطب لعيبه من الممتاز به يا محمد. صحيح. حوالين النادي المصري مش عايز اقول مغمورين يا كابتن، عايز اقول يعني اسمهم مش لامع يعني جاب حوالي 4 أو 5 لعيبه وعملهم نجوم، ودي حاجه خد بالك في منتهى الصعوبه. ما بيعملهاش الا اذا كان واحد عنده صبر ومصابره وواحد عنده رؤيه فنيه عنده عين يقدر يتابع اللعيبه بشكل جيد، احتياجاته للفرقه في خلال الفتره اللي هو شغال من خلالها او بعد كده حسام بيقدر ينظم الحاجات دي بشكل جيد. هو السنه الاولى لما تولى جاب 4 لعيبه ما احنا شفناهم يمكن راحوا للانديه الثانيه، لعيبه من اللعيبه المميزه عملوا نقله هجوميه لنادي المصري بشكل جيد، ودي يمكن ده يمكن مباراتنا مع النادي المصري في السوبر. زي ما انت قلت محمد ان احنا تفوقنا عليهم بالخبره، ده نهائي الكاس يا كابتن، نهائي الكاس تفوقنا عليهم بالخبره، تفوقنا عليهم بالكور الثابته والجمل التكتيكيه اللي النادي الاهلي بيمتاز من خلالها. يمكن دي التغييره اللي عملها كابتن حسام تغييره هجوميه عشان عايز يكسب، لان مباراه الكاس
مباراة هتنتهي بحد كسبان. فتجد التغييرة هجومية لحسام البدري كان فيها ذكاء. هو الكلام هياخدني الصراحة لمباراة السوبر احنا بنتكلم يا كابتن. هل المباريات يعني مباراة الكاس حياتك بتشاهدها أمامك دلوقتي كابتن بتختلف عن طريقة أو طرق اللعب بتختلف في مباراة زي كده بتعتمد على يوم واحد أو مباراة واحدة عن الدوري الممتاز اللي بيبقى نفس طويل وبتلاقي طبعا شكل مختلف في الدوري الممتاز؟ أكيد يا محمد أكيد زي ما احنا شايفين كده قدامنا ده سيناريو من السوبر اللي موجود كاس مصر اللي كان موجود العام الماضي للسوبر اللي احنا رايحينه إن شاء الله في الإمارات بإذن الله بين الأهلي والمصري. ده نموذج من ضمن النماذج اللي هتتقرر في مباراة السوبر. لازم حد يكسب من الفرقتين. النادي الاهلي بيمتاز بالحاجات دي يا محمد، يعني النادي الاهلي بيمتاز بالكور الثابته المؤثره بشكل جيد، وزي ما قلت لك ان هو عنده لعيبه مميزه بضربات الراس، منها كان نجمنا عمرو جمال هو مش موجود معانا، لكن عندنا من اللعيبه الاكفاء ده طبعا. يمكن ده الهدف الثاني يا كابتن احمد فتحي يعني قلب الاسد احمد فتحي الصراحه يعني. فوجئنا بيه في المكان ده محمد. ده بص ده اللي بقول لك عليه الكثافه العدديه اللي هنشوفها في مباراه السوبر للنادي الاهلي. النادي الاهلي محمد من ضمن الانديه اللي موجوده، اخطر الانديه اللي موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي في الكثافه العدديه. الكثافه العدديه اللي بتقول ايه؟ ان عدد اللعيبه اللي موجودين داخل الثلث الهجومي او داخل ال 18 للنادي الاهلي في النار الحمراء بتزيد عن 5 لعيبه وست لعيبه، وده بيدي لك مؤشر انك انت لما تبقى عندك الكثافه العدديه بهذا الشكل يبقى مؤشر احراز الاهداف وارد وقادم. فانت شفت النهارده العامل البدني اللي ساعد، وده عنصر من ضمن العناصر اللي هنقابله في السوبر. عنصر العامل البدني للنادي الاهلي الحمد لله رب العالمين اللي احنا بنشيد بيه بالقياده الفنيه والراجل التونسي المميز الشعلاني. قدر يوصل لعبتنا للحاله ديت، والحاله البدنيه لما تبقى عاليه يا محمد توصلك للحاله المهاريه والحاله التكتيكيه، تقدر تنفذ اي حاجه، تنفذ لك اللي انت عايزه. فانا عايز اقول لك ان ده سيناريو من ضمن السيناريوهات اللي هتتكرر مره ثانيه في مباراه السوبر. وطبعا ده الكونتر اتاك اللي بيعمله النادي الاهلي من ضمن الجمل اللي بيعتمد عليها، واحنا عارفين ان احنا عندنا عنصر السرعه اللي موجوده في ازارو اللي بيمثل خطوره بشكل كبير جدا على معظم دفاعات الفرق اللي بيقابلها ازارو بسبب انطلاقاته اللي عندها سرعه وانطلاقاته الهجوميه اللي هي بتتعمل في اتجاهات صحيحه او بتتعمل في اتجاهات مفيده. ازارو كمان يمكن الثقه اللي جات له في احراز الاهداف. الحاجه الثانيه محمد ضربات الجزاء اللي بيقدر ياخدها، يعني لما بيقدرش ان هو يسجل هدف لكن بيقدر ياخد منها ضرب جزاء، ودي حاجه اضافه تانية لازارو خلال مباراه السابقه. هاكد كلام حضرتك بس على فريق المصري، هو رابع فريق بعد الاهلي والاسماعيلي والمقصه احرازا للاهداف، ففريق عنده الجزء الهجومي كده حضرتك كنت بتتكلم عليه بشكل قوي جدا. خلينا كابتن نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الدوري الممتاز والدور الاول والفرق اللي انت حضرتك شفتها ماشيه بشكل قوي. انت قلت طبعا على الاسماعيلي والمصري، لسه عندنا فرق نقدر نتكلم فيها بشكل مستفاض مع حضرتك. فاصل سريع وارجع اكمل كلامي مع كابتن ماهر الحماد. ترحيب بحضراتكم. يمكن امبارح واحنا بنبص كده على السوشيال ميديا والفيسبوك والمواقع لقينا فيديو موجود على السوشيال ميديا، يمكن بعض استاء منه بسبب طبعا ان هو اتنشر. بعض اللاعبين النادي الاهلي بعد المباراه قاعدين عادي طبعا في المطار بيتكلموا عن المباراه وعلى احداث المباراه، لكن يعني الفيديو ده تم تسجيله ثم نشره بشكل ما على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هو اللي نشر او اللي كان مسؤول عن الجزئيه دي هو مسؤول السوشيال ميديا المرافق ببعثه النادي الاهلي اللي مسافره لابو ظبي. يمكن في موقف مميز جدا للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وتمسكا بمبادئ
النادي الاهلي، ودائما اللي احنا اتربينا عليه هو ده، ان النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي قرر عوده المسؤول السوشيال ميديا المرافق لبعثه النادي الاهلي وايقافه عن العمل وتحويله للتحقيق. دائما هو ده، هو ده النادي الاهلي. اعتقد كابتن محمود الخطيب هو مثل اعلى دائما لينا، وجزئيه ان انت تتكلم على فريق تاني بغض النظر اسم الفريق ايه، مش لازم نتكلم على نادي الزمالك، ولا ممكن يبقى شيء وارد ما بيننا وبين اللعيبه، ولكن يعني نشر هذا الفيديو اعتقد ان هو كان شيء مش مميز. يعني اعتقد ان حاجه مميزه من مجلس اداره النادي الاهلي انه ياخد هذا القرار، خصوصا ان يعني في استياء من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك اللي شافوا الفيديو ده. كابتن ماهر يمكن حضرتك ما تابعتش الموضوع ده على السوشيال ميديا، لكن كان في بعض اللاعبين اللي بيتكلموا عن المباراه بعد المباراه وبيتكلموا بشكل عادي، ده بيحصل اكيد. يعني كان ان بيتكلموا ان في مشكله في نادي الزمالك، في كان المفروض ما يحصلش كده، المفروض ما يحصلش كده. الفيديو اتنشر على الفيسبوك واستياء عام من جمهور الاهلي او من جمهور الزمالك على الجزئيه دي، فقرر مجلس اداره عوده المسؤول عن نشر هذا الفيديو وهو مسؤول السوشيال ميديا وتحويله التحقيق. كابتن تثبيتا للمبادئ طبعا، بنحيي كابتن محمود الخطيب ومجموعته، وهي دي مبادئ النادي الاهلي. يعني ده من ضمن الحاجات اللي احنا تورثناها يا محمد، انك انت تكلم عن نفسك بس، تكلم عن ناديك، تكلم على مشاكلك، تكلم على ايجابياتك على سلبياتك، لكن مالكش دعوه بالانديه الاخرى. يعني مع احترامي طبعا نادي الزمالك، نادي الزمالك مؤسسه كبيره طبعا من ضمن المؤسسات اللي احنا بنحترمها، مؤسسه موجوده بتنافس النادي الاهلي على البطولات المحليه والبطولات الافريقيه. لعيبه النادي الاهلي كلهم محترمين وكلهم واعيين وعندهم ثقه في ناديهم وثقه في جهازهم. يمكن ساعات كده محمد بتبقى غصب عنك، يعني بتطلع منك حاجات غصب عنك، لكن انت مش المقصود منها ان انا اجرح بالمؤسسه الاخرى او اجرح باللعيبه الاخرين، كلهم زمايل، دول لعيبه منتخب، يعني زمايل مع بعض رايحين لمهمه كمان اثمن من مهمه الدوري العام وكاس كاس العالم. فانا عايز اقول لك ان طيب تسمح لي كابتن، واحنا بنتكلم كده طبعا لازم يعني نستقبل على الهاتف الزميل الاعلامي والمستشار الاعلامي للنادي الاهلي استاذ شريف فؤاد. تحياتي لحضرتك استاذ شريف. كابتن محمد يعني انا اللي بحيي حضرتك. تحياتي والاول مره في قناه الاهلي بستقبلك انا، يعني فانا سعيد طبعا ومبروك طبعا، يعني ده اولا يعني. ربنا يخليك، يعني تمثيل النادي الاهلي شرف عظيم، ويا رب يكون حسن الظن، ويعني انا سعيد بوجودي مع حضرتك. قدها وقدود طبعا الخلوق الكابتن ماهر همام. اهلا اهلا وسهلا مستشار، اهلا بحضرتك. تحياتنا لحضرتك، وخلينا بقى اول يعني تعامل مع حضرتك في الكلام، يعني موقف مميز جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بيدل على تمسك النادي الاهلي دائما بمبادئه وباخلاقه اللي موجوده باستمرار عبر التاريخ. طبعا الفيديو اللي كان متواجد على السوشيال ميديا واستياء من جمهور الاهلي قبل جمهور نادي الزمالك بهذا الفيديو وقرار مجلس الاداره بعوده المسؤول السوشيال ميديا والتحقيق معاه. صحيح، يعني حضرتك اصبت كبد الحقيقه، هو ده النادي الاهلي اللي بيرسخ قيم ومبادئ عمرها اكثر من 110 سنه قبل يعني تاسيس النادي في عام 1907. كابتن محمود الخطيب الحقيقه كابتن محمد مش قادر اوصف لك في خلال محادثتنا الهاتفيه وهو بيبلغني بالقرار قد ايه كان مزعج، وقال انه دي مش اخلاق النادي الاهلي ابدا. الاساءه الى اي كيان والى اي شخص هو امر مفروض. الزميل من الصفحه الرسميه للنادي مسؤول عن السوشيال ميديا اللي رافق البعثه يعني تصرف غير مسؤول بالبره ومرفوض، وبالتالي الكابتن خطيب قرر انه مش بس ايقافه عن عمله وتحويله للتحقيق، لا، وبقيته فورا من ابو ظبي على اول طائره قادمه من ابو ظبي. يعني هو موقف طبعا كابتن محمود خطيب واحد من الناس اللي مثلوا النادي الاهلي، عارفين يعني ايه مبادئ النادي بعيدا عن الاداره كمان، يعني يا استاذ شريف مش قادر اقول لك الحقيقه مزعجه قد ايه. وكمان ايقاف الزميل المسؤول عن الصفحه الرسميه هنا انه لم يتدخل لمنع هذا اللايف او الفيديو اللي تم نشره. يعني لعيبه تتكلم باريحيه في نهايه لعيب الكوره بيتفضفضوا مع بعض، صحيح ممكن يكون في بعض الكلمات خرجت، ده شيء مرفوض بالتاكيد يعني. صحيح. لكن كمان الأسوأ هو ان انا اقتحم خصوصياتهم واذيع فيديو بهذا الشكل يسبب مشكله ويسيء الى كيان والى زملاء في المنتخب. زي ما اتكلم الكابتن ماهر همام، انت النهارده بتتكلم عن فكره، عن وحده، عن مصر،
عن فكره تنافس رياضي شريف بين كيانات مختلفه، يجب هذا التنافس يكون في اطار من الروح الرياضيه المتميزه والخلق القوي، نتنافس فائز ومهزوم في النهايه، لكن بنخرج الحقيقه في اطار من العلاقه الوديه الطيبه، بل ونحرص على توطيد هذه العلاقه ونقدم من نشء الشباب المصري صوره طيبه ومحترمه عن الممارسه الرياضيه وعن اخلاقيات الحقيقه الرياضه بشكل عام وعن قيم ومبادئ النادي الاهلي الحريص على ترسيخها. فالحقيقه النادي يعني مجلس الاداره مزعج جدا، كابتن محمود خطيب شخصيا هو اللي خد القرار بمنتهى السرعه، وانا شخصيا يعني كمستشار للمجلس يعني بتقدم باعتذار لاي واي كيان اساء هذا الفيديو، والحقيقه مش اخلاقيات النادي الاهلي ابدا، واحنا محتاجين نعمل مراجعه كده لبعض الامور عندنا يعني نعكف عليها فعلا. لازم الشخص اللي يكون عنده مسؤوليه يكون عارف انه الكلمه اذا خرجت ممكن تتسبب في ازمه كبيره جدا، فما بالك بفيديو اعلام، الاعلام يخلق له ارضا ويركب فيها، كلهم مش عايزينه يسكب الزيت على النار، لازم يسهم في توثيق اواصر العلاقات الانسانيه والرياضيه المتميزه بين الكيانات المختلفه. هو موقف سريع ومميز من نجم كبير كابتن محمود الخطيب طبعا ومجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف يعني يميني وانت حضرتك متواجد معانا، يعني كان في خبر بوجود كابتن محمود الخطيب ووفد رفيع المستوى من مجلس الاداره ان شاء الله متوجه غدا للرياض استكمالا لطبعا المشروع القرن والمحادثات في هذا المشروع ومنه الامارات ان شاء الله، يعني اعرف التفاصيل اكثر من حضرتك. صحيح كابتن محمد، الحقيقه انت عارف انه هذا هو مشروع القرن في النادي الاهلي، ودي الهديه الكبيره اللي اعلن عنها المؤتمر الصحفي في نهايه الشهر الماضي قبل حلول هذا العام بحضور ممثل من المستثمرين في هذا المؤتمر بدور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وانه الدوله المصريه الحقيقه يعني السيد الرئيس شخصيا مهتم جدا بهذا الموضوع، لانه بيسبب يعني او بيمثل نقله نوعيه كبيره في مجال انشاء المدن الرياضيه. الموضوع مش هيكون استاد بس يا كابتن محمد، هيكون مدينه رياضيه متكامله بيضم عدد من المشروعات الضخمه جدا اللي بتدر عائد. كنا بنتكلم عن الرياضه اصبحت صناعه واستثمارات كبيره جدا بالملايين وبالمليارات، والنادي الاهلي كان دايما هو رائد المبادره والسباق في هذا الاطار. علشان كده الحقيقه السفر غدا زي ما حضرتك تفضلت الكابتن محمود الخطيب يرافقه السيد الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي وامين الصندوق الترندلي، وايضا الاستاذ خالد مرتجي اكبر اعضاء السلم، ومعاهم المستشار القانوني للنادي المستشار حلمي عبد الرازق. هيكون في اجتماع مهم مع ممثلي المستثمرين في المملكه العربيه السعوديه تحت في العاصمه الرياض، في العديد من النقاط المتعلقه بحقوق التعاون، حقوق الرعايه، الاستخدام، مده الانشاء، التمويل، اللي هي التفاصيل اللي حضرتك عارفها دي، وربما يعني يتم التطرق الى مذكره تفاهم بالاحرف الاولى، حاجه كده مبدئيه حتى يتم اتخاذ القرار ويتم توقيع البروتوكول، والانشاءات اللي احنا يعني ان شاء الله بنتعشى منها تبدا في غضون مش اسابيع قليله، ان شاء الله تكون ايام قليله ان شاء الله يبدا العمل المبني وتتحقق او يتحقق حلم جماهير النادي الاهلي باستاد ومشروع عظيم يليق باسم نادي القرن. بعد كده ان شاء الله الكابتن خطيب واعضاء مجلس الاداره هيتوجهوا الى ابو ظبي لحضور مباراه السوبر، والكابتن خطيب طبعا هيترأس الباتا، وكل امنياتنا الطيبه اولا المباراه تاخد بشكل يليق باسم الناديين وبصوره مصر ونقدم كره حضاريه، ثانيا يعني طبعا انا بتمنى فوز النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله استاذ شريف انا بشكر حضرتك، ويعني نتمنى بقى حضرتك تسع صدرك في الفترات القادمه ناخد دائما اخبار النادي الاهلي من حضرتك على طول من خلال يعني التواصل دائما مستمر يعني. حظي للقناه ده حقكم علينا يا كابتن محمد. انا بشكرك وبشكرك. بشكرك تحياتي لحضرتك طبعا، تحيات كابتن ماهر همام استاذ شريف يعني فؤاد طبعا المستشار الاعلامي للنادي الاهلي، وبنبارك له مره اخرى. يمكن واضح جدا ان دائما في قرارات سريعه مبادئ النادي الاهلي بالذات لما تمس مبادئ النادي الاهلي يا كابتن ماهر. طبعا دي لقطه كابتن محمود الخطيب مع كابتن حسن شحاته نجم نادي الزمالك، ودائما هي دي الروح اللي لازم نبثها دايما في الاشبال ونبثها في المجتمع يا كابتن ماهر الرياضي كمان بشكل كبير. واكبر دليل محمد المشهد ده ان احنا طول عمرنا يعني المؤسستين حبايب الاهلي والزمالك، كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته نجمي الكره المصريه، لما بداوا يحسوا ان جمهور الفرقتين بدا يهتم بالفاظ خارجه عن المالوف او خارجه عن النظام الرياضي اللي احنا متربين عليه، راحوا الاثنين بقرار الكباتن بقى، بص يعني قرار الحكمه
كباتن طبعا راحوا حي جمهور الاثنين في التقليد ده يا كابتن جمهور الزمالك يعني بص شوف الجماهير الناس تقبلت ازاي عشان من نجمين كبار يا محمد ونجمين كبار ليهم سمعتهم ليهم وليهم ادائهم الفني وليهم نجوميتهم اللي موجوده في مصر وخارج مصر. انا عايز احيي طبعا الاستاذ شريف على القرار اللي اتخذ واسرع مما نتخيل ودي مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتكلمنا عليها. كابتن محمود الخطيب ابن من ابناء النادي الاهلي اللي عاش بقى المبادئ اللي بلغه الكوره بقى كده يعني شرب كل المبادئ اللي موجود عليها النادي الاهلي. فالنهارده دي مؤسستين يا كابتن فاروق منها مؤسسه النادي الاهلي المؤسسه العسكريه بيضرب بيها المثل من خلال المبادئ والنظام والضبط والربط. فاحنا نتمنى وطول عمرنا ان مؤسسه النادي الاهلي صاحبه المبادئ والقيم المسلمه ان معظم الانديه اللي موجوده في مصر بتقلد النادي الاهلي. فانت النهارده ده قرار حكيم وفي وقت مناسب وزي ما قلت لك ان لعيبه يعني خارجه عن ارادتها حاجه خرجت هم مش قاصدين ان هم يوصلوها وان هم يشهروها او يشيروها بهذا الشكل. فانا عايز اقول ان قرار حكيم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وادارته ومجموعته في اتخاذ القرارات باسرع وقت. وده الواضح من خلال توليه الكابتن محمود وادارته ان احنا بدانا البرنامج اللي اتقال يا كابتن فاروق بدا يتنفذ في اقل من شهر بعد البنود منه منها طبعا المباراه الجميله الدوليه اللي احنا شفناها اتلتيكو مدريد وبعدين مباراه وبعدين قرار الاستاد العالمي وبعدين النهارده القرار الثالث ان شاء الله قرار السوبر اللي هيتلعب في دوله الامارات الشقيقه باذن الله. خطوات سريعه دائما مجلس اداره النادي الاهلي بيعملها من توليه طبعا المسؤوليه. خليني اكلمك كابتن نفسي بقى وانت بتتكلم كده على الكباتن الكبار كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب في الجزئيه اللي احنا شفناها يبقى في كباتن دلوقتي ايوه بنفس الشكل صح ونفس الاسلوب بالظبط دي حاجه بالزبط. يعني نبذ التعصب يا كابتن من كره القدم لازم يروح ومش بالزبط. هيروح غير من ناس تكون محبوبه داخل الملعب كباتن كبار موجودين في كل نادي تبتدي الجزئيه دي تبقى موجوده. احنا ممكن نكون من بره احنا بنتكلم يا كابتن لكن تاثيرنا موجوده لكن لما الناس بتشوف نجم كبير داخل وبيلعب حتى الان موجود وبينبذ التعصب وعلاقته جيده مع زمايله الامور بتختلف اكثر واكثر. بحييك يا فاروق بحييك حقيقي يعني احنا مطلوب ان كل نادي مش ممكن يكون لعيب مش لازم يكون لعيب ممكن يكون عضو مجلس اداره محبوب رئيس نادي لدى محبوب لجمهور الفريق بتاعه يقدر يسيطر عليه يقدر يهديه يقدر يوصل له ان الكلام ده مش مظبوط هيضرنا بدل ما هيفيدنا. ف يعني ارجو يمكن دي كانت موجوده في جيل السبعينات بشكل كبير لان كل مؤسسه او كل نادي من الانديه دي يا فاروق كان عندها نجم معشوق للجماهير. يعني النهارده بنتكلم على السوبر كان الكابتن موسى عبد النور الله يرحمه كان من ضمن الكباتن اللي بتقدر تسيطر بشكل كبير جدا على جمهور النادي المصري وبيسمعوا له وبيحبوا له. كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، كابتن حسن شحاته في نادي الزمالك، كابتن فاروق جعفر، كابتن طه مصري الله يرحمه، الكابتن علي خليل، يعني دي كلها رموز مؤثره بشكل كبير جدا. جمهور عندها قاعده كبيره جدا من حب الجماهير لها. فاتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان احنا خلال الفتره اللي جايه خصوصا في عوده الجمهور صحيح. فانت زي ما انت ما قلت مهم جدا ان احنا نبدا نحضر الجزئيه دي ويبقى عندنا كابتن قائد له تاثير كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب وخصوصا يمكن على جمهور فرقته بشكل جيد. صحيح. خلينا يا كابتن بقى نرجع لشكل الدوري والدور الاول والازوار اللي كانت موجوده فيه. خلينا بعد اذنك يا بيبو ننزل كده بجدول الدوري وترتيب فرق الدوري الممتاز. طبعا الاسماعيلي في المركز طبعا لا دي نتائج مباراه الجوله ال 17 هبتدي بيها مع حضرتك كابتن ماهر اتفضل. والتالت يوم الخميس 4 يناير ودي كانت اخر مباراه طبعا في الدور الاول. الرجاء والاتحاد 0-0 ومصر المقاصه والمقاولون العرب وفوز المقاولون العرب 2-0. طنطا وامبي وفوز امبي 1-0 على طنطا و بتروجيت والانتاج الحربي وفوز بتروجيت 1-0 على الانتاج الحربي. سموحه والمصري وفوز سموحه 3-2 على المصري في الوقت القاتل. وادي دجله والداخليه وفوز الداخليه 2-1 والزمالك والاهلي وفوز الاهلي 3-0 في مباراه القمه 115. وطلائع الجيش والاسيوطي يفوز طلائع ده كانت مباراه الامس طلائع الجيش والاسيوطي يفوز طلائع الجيش 2-1. واخيرا مباراه النصر والاسماعيلي وفوز الاسماعيلي في مباراه مثيره
3-2. طبعا النصر بيتقدم ثم يتعادل الاسماعيلي ويحرز هدفين ثم يحرز فريق النصر الهدف الثاني. دي هدافي بطوله الدوري الممتاز حتى الان جون انطوي من مصر المقصه 11 هدف، عمر السعيد لاعب الانتاج الحربي 10 اهداف، حسين الشحات لاعب مصر المقصه 9 اهداف، ديجو كالدرون لاعب الاسماعيلي 9 اهداف، وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 9 اهداف، احمد جمعه لاعب المصري 8 اهداف، عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي 8 اهداف، صلاح محسن لاعب انبي 7 اهداف، ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي 7 اهداف، احمد علي لاعب المقاولون الاعرب 7 اهداف، مصطفى محمد لاعب نادي طنطا 6 اهداف. دول هدافي بطولة الدوري حتى الآن في الدور الأول، يعني لسه طبعا ممكن يزيد عدد الأهداف بالنسبة لكل لاعب من اللاعبين اللي قلنا أساميهم. الإسماعيلي طبعا ده جدول ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن بعد 17 مباراة بالنسبة للأندية كلها إلا النادي الأهلي 16 مباراة، لسه طبعا فاضل له مباراة أمام نادي المقاولون هتتلعب إن شاء الله في فبراير. طبعا في المركز الأول الإسماعيلي ب 40 نقطة، والأهلي في المركز الثاني 39 نقطة، المصري في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، إنبي في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، سموحة في المركز السادس برصيد 26 نقطة، المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 25 نقطة، طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، الداخلية في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، مصر المقصة في المركز ال11 برصيد 20 نقطة، بتروجيت في المركز ال12 برصيد 20 نقطة، الأسيوطي سبورت في المركز ال13 برصيد 19 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز ال14 برصيد 16 نقطة، وادي دجلة في المركز ال15 برصيد 15 نقطة، النصر في المركز ال16 برصيد 13 نقطة، ثم طنطا في المركز 17 برصيد 13 نقطة، وأخيرا الرجاء في بيتزايل الجدول ترتيب الدوري في المركز ال18 برصيد 9 نقاط. مباراة طبعا الجولة ال18 من الدوري الممتاز وبداية الدور الثاني، مصر المقصة هيلاعب ان شاء الله هتكون مباراة هذا الاسبوع في يوم السبت وبداية يوم السبت 13 يناير، مصر المقصة مع الاسيوطي، الرجاء مع المقاولون العرب، الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري، النصر مع طنطا، يوم الاحد ان شاء الله مباراه بتروجيت مع الداخليه، وسموحه مع انبي، والزمالك مع الانتاج الحربي، يوم الثلاثة تستكمل مباراه الاسبوع 18 وادي دجله مع المصري وطلائع الجيش مع النادي الاهلي. دي مباراه الجوله 18 او الاسبوع 18 وبدايه الدور الثاني. خليني اقول لك كابتن ماهر واحنا بنتكلم كده، خليني اقول لك قبل ما اروح بقى لركلات الجزاء والاحتسابات والاحصائيات اللي موجوده معانا، محترفين يا كابتن محترفين في الدوري الممتاز سواء بقى فارقه او عرب متواجدين معانا، طبعا عندنا وليد ازار وواحد من اللاعبين المغاربه اللي موجودين، واوائل اللاعبين المغاربه على فكره اللي هيحرزوا في لقاءات القمه اهداف، ومعانا معلول كمان، ومعانا معلول صحيح. فبالتالي خلينا نقول محترفين بالنسبه لحضرتك في الدور الاول ورؤيتك ليهم، ومين لفت نظرك قبل ما اقول لك رؤيتي محمد، اولا عايزين نحيي الاعداد على التقييم الجميل ده، يعني واضح او ان في تنظيم بشكل جيد، واخد بالك قدروا ان هم يطلعوا لنا نهايه الدور الاولاني ملخص جميل من ناحيه الترتيب، من ناحيه الهدافين، من ناحيه المباريات، من ناحيه التحكيم، من ناحيه الكور المؤثره، من ناحيه ضربات الجزاء. فده انا بحيي فريق الاعداد على الاعداد الجيد اللي احنا بنشوفه المنظم بشكل جيد. عايز اقول لك المحترفين، سؤالك بقى نرجع لسؤالك، المحترفين اللي موجودين في الدوري العام هذا العام، يمكن في مقدمتهم طبعا جون انطوي اللي بيعتبر هداف الدوري، واحنا شفنا جون مع النادي الاهلي، شفناه مع الاسماعيلي قبل كده، شفناه في الدوري السعودي بيتفوق على نفسه مع المقصه باحراز 11 هدف، وهو بيعتبر يمكن العنصر المؤثر لفريق المقصه في خلال الفتره السابقه جون انطوي. جون من الهدافين
اللي بتمركزه بشكل جيد، بيجيب العاب الهواء، بيقدر يجيب جوال بدماغه، بيتابع بشكل جيد، تصويباته مؤثرة، بيعتبر محطة من ضمن المحطات اللي بيستفاد بيها كابتن عماد سليمان بشكل جيد. بعتبره من المهدفين المحترفين الجيدين اللي موجودين في الدوري المصري. الهدف الثاني كالدروني، واحنا شفناه في مع النادي الاسماعيلي، صغير في السن، نشط بشكل كبير جدا، عنده سرعات، عنده اختراقات قوي، بيضغط على المدافعين وبيغلطهم، بيتابع بشكل جيد، احرز 9 اهداف للنادي الاسماعيلي في نهايه الدور الاولاني، حاجه بتحسب له بشكل مميز. يمكن زي ما احنا قلنا معلول باك ليفت النادي الاهلي ومنتخب تونس. معلول صفقه من الصفقات اللي افادتنا بشكل كبير جدا، كابتن حسام كان عنده رؤيه، شفناه يمكن في اخر مباراه والمساحات اللي خلقها والجمل اللي اتعملت عشان اوسع لمعلول اللي جاي من ورا ويبقى مؤثر. يمكن بيعيب معلول بس محمد ان احنا في الدوري التونسي كان بيجيب اهداف، يعني كان هداف الدوري التونسي، كان بيلعب جناح طائر اصلا، واخد بالك، يمكن عنده الحريه، حريه هو مميز على الحريه الهجوميه، لكن احنا محتاجين منه الحاجات الثابته اللي بيعملها زي عبد الله السعيد، هو عبد الله السعيد محتاجين منها ان هي ان شاء الله تسجل اهداف. الحاجات المتحركه كمان، رجليه تقيله، بيعرف يشوط وبيصوب بشكل جيد. بس انا عايز اقول لك حاجه محمد، احتمال تكون طرق اللعب الدفاعيه اللي بيقابلها النادي الاهلي معطله معلول بشكل كبير. يعني انت عارف التكدس الدفاعي بيخليك المهاره اللي انت ربنا مديها لك، حته التصويب خارج ال 18 او الكور الثابته، بتخليك يمكن ما تبقاش مؤثره بشكل جيد. ده بالنسبه لمعلول. اجايه كمان يا محمد، ما ننساش من اللعيبه الصفقات الجميله اللي النادي الاهلي اكتسبها بشكل كبير خلال السنتين اللي فاتوا. اجايه نضج بشكل جيد، ومن اللعيبه التكتيكيه اللي تقدر تلعبها في نص الملعب، المهاجم رقم 9، تقدر تلعبه كراس حربه امامي لوحده، محطه من ضمن محطه، مهاري، لعيب ذكي، بيقدر يشتغل مع ازارو او عبد الله السعيد في خلق المساحات، في الدبل باص، في الوان تو، في المهاره واحد ضد واحد، في التصويبات زي ما احنا بنشوف. يعني بص اجايه وهو تحت الكوره بيعملها بحاجات زي بتاعت محمود الخطيب زمان، يعني عارف ما بيتعذبش فيه، يعني بيحطها يا اما بوش رجله، يا اما بسن الجزمه، يا اما بوش رجله الخارجي، يا اما ببطن القدم. فاجايه من ضمن المهاجمين اللي افادوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا السنه اللي فاتت والسنه دي، وهو نضج بشكل جيد. انا شايفه برضك من ضمن المحترفين اللي افادوا النادي الاهلي وافادوا الكره المصريه بشكل كبير. يعني مين تاني يا كابتن؟ عندنا وليد ازارو، عندنا وليد ازارو برضك من ضمن المهاجمين اللي احنا قدرنا السنه دي نستفاد منه بشكل جيد. ويمكن كان الجمهور قلقان بشكل كبير على وليد ازارو، وتخيلوا ان هو صفقه ممكن تكون صفقه غير رابحه او غير مؤثره مع النادي الاهلي. عايز اقول لهم ان احنا صبرنا كتير جدا على فيلافيو سنه، صبرنا على فيليكس يمكن سنه، كولوبالي وايفونا برضه صبرنا عليهم لحد ما بداوا يظهروا بامكانياته الهجوميه اللي احنا شفناها عليهم، لكن وليد ازارو من ضمن المهاجمين الفاعلين بشكل كبير جدا في هجوم النادي الاهلي. بينضج على فترات، عنده عنصر السرعه، عنصر المتابعه، كل واحد فيه حته يا محمد. يمكن هو عنده مميزات بتمتاز عن يمكن المهاجمين اللي احنا اتكلمنا عليهم، جون انتي او كالديروني. عنده المتابعه كمان على المرمى، يعني عنده الحس ده، يعني دي حاجه كمان بيمتاز بيها وليد ازارو، بيمتاز بيها الفرويد المميز. عنده سرعات، عنده تصويبات، بيلعب بدماغه بشكل جيد. انا شايف ان المباراه هي اللي هتجيبه. وعايز اقول لك حاجه يا فاروق، طول ما اللعيبه اللي حوالين ازارو بتساعده، طول ما ازارو هيظهر بالمظهر اللي احنا بنشوفه المميز في خطوط. بتشوف ان الرباعي المحترفين بالنسبه للنادي الاهلي استفاد منهم بشكل كبير جدا جدا. يعني انا شايف ان النادي الاهلي استفاد بشكل كبير. اول سنه تمر علينا محمد، او الثاني سنه تمر علينا، نقدر نستفاد من المحترفين بتوعنا بشكل كبير يعني. ويعني نتمنى الاستمراريه، اللي هم كمان صغار في السن ولسه قدامه المستقبل كبير، وبيلعبوا طبعا في اكبر نادي في افريقيا، في نادي القرن وفي العالم العربي، وهم فرحانين جدا جدا بالاحتراف ده. وعايز اقول لك ان من خلال السنه والسنتين دول جالهم عقود، وعقود على اعلى مستوى اوروبيا لاجاييه ويمكن لازارو. فانا شايف ان ربنا يستر بس
خلال السنه دي ما يجيلهمش عروض ثانيه ويطلبوا ان هم يمشوا. فاتمنى ان هم يستمروا معانا، لان احنا عندنا بطولات مهمه جدا السنه 2018، منها السوبر كالبدايه ان شاء الله نحققها في الامارات، والبطوله المهمه كمان جدا من افريقيا يا محمد اللي احنا بقالنا 5 سنين بعيد عننا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يحقق لنا البطوله الغايبه على جمهور النادي الاهلي. حدش لفت نظرك تاني يا كابتن من المحترفين، يعني بالنسبه للنادي المصري بانسيه مثلا، نادي الزمالك كاسونجو كابونجو، يعني اللاعبين دول لسه ما ظهروش لان هم ما لعبوش. بانسيه على فكره ايه هرب تاني. بانسيه ده واضح قوي ان يعني دماغه ضربه، واخد بالك، ويمكن المره الثالثه على التوالي احسن كمان، ان يهمنا ان هو مش موجود معانا في مباراه السوبر اللي جاي، لان هو بردك من الفراود السؤله يعني عارف بلغه الكوره، طويل القامه وبيلتحم جامد وبيجيد العاب الهواء وبيحرز اهداف، فيعني فرصه كويسه قوي لينا ان هو مش موجود مع نادي المصري في مباراه السوبر. بالنسبه للمهاجمين اللي موجودين في نادي الزمالك لسه يعني يمكن كاسونجو شفناه مع الاتحاد العام الماضي، يمكن ظروف الاتحاد وشكل ادائه ان هو بيختار المساحات الواسعه اللي بيجري فيها ينطلق من خلالها، يمكن مع نادي الزمالك بيقابل بعض المساحات الضيقه مش قادر يتاقلم مع نادي الزمالك، لكن من خلال المباريات هيتاقلموا في الدور الثاني، ونتمنى ان احنا نشوفهم بحاله جيده يعني. واحنا بنتكلم يا كابتن على الفرق الدوري الممتاز، معانا واحد من نجوم النادي الاهلي والمدرب العام لفريق نادي طنطا حاليا كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر مساء الخير عليك كابتن. فاروق تحياتي ليك يا كابتن ماهر. يا كابتن ياسر كابتن منور، وحشنا والله يا كابتن ياسر. طب مش تنورنا يوم كده، قلبنا معاك بقى انت والكابتن اسامه عرابي، عشان لكم الدور الثاني باذن الله بتعملوا اللي عليكم ان شاء الله، لكن طبعا الدور الثاني محتاجين كابتن اسامه، محتاجين منك ان شاء الله انك انت تزودوا في المجهود شويه، اذا كان عندكم في يناير في لعيبه في احتياجات الفرقه ان شاء الله هتضموها، لان اسامه مدرب كبير جدا على اعلى مستوى شفناه، وياسر بردك مشروع مدرب ان شاء الله. في البدايه كابتن طمنا على فريق طنطا، ويمكن اكيد الطموح هيختلف في الدور الثاني، يمكن كان وجودكم او في فريق طنطا كان الوقت ضيق الى حد ما، دلوقتي الامور عندكم الوقت في اختيار لاعبين، في جزء التدريبي بالنسبه للاعبين، يعني حطينا في الجزئيه دي كابتن ياسر من خلال فريق نادي طنطا. بص يا كابتن فاروق، بالنسبه لنا انت عارف احنا جينا برضو الوقت كان بالنسبه لنا فتره صغيره جدا، احنا بقالنا شهر ضغطنا كل يومين ثلاثه، كان انت عارف برضو كل يومين ثلاثه في مباراه بتلعب سوالينا او لغيرنا، فالدور مضغوط بشكل كبير قوي. النقطه الاولانيه، النقطه الثانيه اللي احنا برضو حتى لو انت بتفكر ان احنا بنجيب لعيبه، الوقت احنا برضو كل 3 4 ايام ماتش، يعني انت برضو الدوري يعني هو المفروض كان اتحاد الكوره الطبيعي اللي كان يدي مساحه للانديه ومساحه للمدربين ومساحه للعيبه اللي عايزه تروح من نادي لنادي، لكن انت احنا كل المساحه اللي قدامنا بالظبط 5 6 ايام، يعني عندنا مباراه النصر يوم السبت ان شاء الله، فانت عارف الوقت بالنسبه اللي انت ما فيش الفتره اللي المفروض بيبقى مسموح بيها في الدوري الطبيعي في العالم كله، في العالم كله بقى شهر، لكن احنا بنقول حتى لو كانوا 10 ايام او اسبوعين حتى نعمل فتره معسكر لينا مغلق الفتره اللي جايه دي، عشان برضو نبقى عندنا درايه باللاعيبه في اللاعيبه كويس قوي، بالتكتيك اللي كابتن اسامه عايز يشتغل بيه، بالشكل الفني اللي الجهاز عايز يشتغل بيه، كل ده كان الوقت كنا مضغوطين في كله، سواء انت بتتكلم على تكتيك او كور ثابته او محاضرات نظري او ازاي بتتفرج على الفرق الثانيه عن طريق الفيديوهات او الوقت كان ضيق بالنسبه لنا، عشان كده كنا احنا عاملين زي الوقت بتاعنا مضغوط على طول، يعني احنا بنجيب اللعيبه من الساعه مثلا 12 الظهر، بنقعد نتفرج على مثلا كنا هنتفرج على 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 اي مباراه احنا هنلاعبها، بناخد جزء منها، بناخد جزء السلبيات بتاعتنا، بناخد جزء الايجابيات، وبعد كده بنخش تاني على التمرين بتاعنا، يعني دلوقتي احنا على فكره متعايشين فتره طويله جدا جوه نادي يوميا. اللي احنا عايزين برضه انتوا لازم تعملوا كده الصراحه يا كابتن، انا عارف ان انت وكابتن اسامه عندكم الجزئيه دي من اللاعبين من المدربين اللي بيتفانوا في هذه الجزئيه الصراحه. بس انت عارف برضه احنا كنا نتمنى الفتره كانت تبقى مسموح بينا فتره اطول، بس مش معنى كده اللي احنا برضه مشغلين وبنجتهد الحمد لله، انت عارف برضه احنا متعودين احنا بنمثل النادي الاهلي بره النادي الاهلي، وده حاجه احنا بنبقى ملتزمين ومنضبطين وبنبقى عايزين نجتهد جدا وعايزين شكل، وبامانه انا برضه بشوف والله احنا موجودين او مش موجودين، اداره نادي طنطا على راسها طبعا الاستاذ فايز اوريدي ومجلس الاداره، مش عايز اقول لك ولجنه الكره عندنا في نادي طنطا لا تقل بامانه عن منظومه النادي الاهلي تماما، اللعيبه كلها واخده حقوقها بالكامل، وكل اول شهر يعني حاجه
مشرفه، حاجه محترمه يعني طبعا. نادي طنطا بامانه اللعيب كلها واخدين مرتباتهم، اللعيبه حتى النتائج كمان مش مساعدانا، ومع ذلك الناس مش مقصره مع سواء مع اللعيبه او الاجهزه او العاملين في النادي بشكل كويس. يعني انا المنظومه نفسها منظومه ناجحه، بس هو الوقت اللي بس كنا عايزين هو الوقت دائما يا كابتن بيبقى ضد او مع بعض الفرق. كابتن ياسر خليني اكلمك، يعني انا مش هقول لك انتوا ما زلتوا بتتكلموا مع مين، انا هقول لك مين اللاعبين اللي خلصتوا معاهم في انتقالات يناير. احنا حاليا نزل معانا التمرين النهارده الشاذلي لاعب نادي الاتحاد سيفتي باك، ولعب مع كابتن هاني رمزي فتره من وهو موجود، وده من اللعيبه اللي احنا رسمي خلاص وموجود مع الفرقه. فانت عارف برضو حته التعاقدات دي بتبقى فيها سريه شويه لغايه ما احنا، انت عارف برضو احنا متعودين لازم اللي بيبقى تعاقدنا معاه لازم يبقى موجود معانا، ولازم نقول لكن في 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 دلوقتي في حاجات بنحاول نخلصها الجهاز الفني واداره الكره في نادي طنطا، بنحاول احنا ما ينفعش نقول اتفقنا مع فلان ولسه ما خلصش. لكن ما فيش حاجه منهم يا كابتن من لاعبي النادي الاهلي او الزمالك اللي ممكن ما يكونوش بيشاركوا بشكل ما في يعني الفريق؟ يعني لا احنا يعني يمكن احنا كابتن اسامه وفي اداره الكره عندنا في النادي بتحاول توصل مع لو في حد من الزمالك برضه مش موجود في 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 في, في حسابات نادي الزمالك الفتره اللي جايه برضه، يعني احنا هنبقى طالبين ان احنا موجودين، احنا محتاجين تدعيم كويس جدا مع المجموعه اللي موجوده. الحمد لله اللعيبه على فكره على اعلى مستوى، بس انت عارف برضه ثقه الفوز دي كانت مهمه بالنسبه لنا وما زالت موجوده، ان نستنى بس انت عارف اللعيبه بتعمل عليها. انا مباراه انبي الاخيره عملنا شكل كويس جدا وكان وان سايد جيم لينا بصراحه، بس برضه انت عارف جابوا جون وبعد كده كان الجيم، وبرضه في الاول وفي الاخر النتيجه كانت لصالح انبي، لكن هي بس ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه نكسبها هتدي ثقه للعيبه. طب بامانه كابتن ياسر احنا بنتكلم يعني طنطا في المركز 17 13 نقطه، طموح ليكوا ايه بقى؟ يعني انتوا يعني كجهاز فني مع مجلس اداره الموقف صعب فعلا، يعني الله يكون في عونكم. يعني طموح الكباتن ايه كابتن اسامه وكابتن ياسر يعني مع طبعا استاذ فايز عريبي؟ يعني انت عارف احنا متربيين في النادي الاهلي ومتعودين ان احنا المكسب والبطوله وما عندناش روح الانهزاميه وما عندناش لازم الامل ده يبقى موجود عندنا على طول. فده انت عارف انت بتتكلم على ناس كان كابتن اسامه او انا ومعانا كابتن ياسر مصطفى مدرب حراس المرمى، وعندنا كمان شاركنا كمان كابتن علاء عكاشه ده مدير الكره موجود من عندنا من نادي طنطا. فالمنظومه الحمد لله يعني اعتقد ان احنا ما احناش عندنا ياس، وانت عارف من نقطه ال 13 اللي فوقنا بالظبط في 16 وفي 15 صحيح. يعني الامور قريبه، مباراه كتابها لينا او علينا الامور بتتغير، والدوري لسه طويل، انت بتتكلم في دور ثاني كامل. فاعتقد الامور لسه يعني احنا الحمد لله يعني بدايه الماتش النصر بنفتح صفحه جديده الحمد لله مع اللعيبه، واللعيبه وعدنا كلنا ان احنا ان شاء الله زي ما احنا قد ايه النتيجه دي بتاعت ربنا صحيح، بس نعمل اللي علينا ونسعى ان احنا نكسب، وهم عارفين ده اللي احنا عندهم الكابتن اسامه عربي راجل مثل منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي، وبرضه انا بالمثل برضه مثلت النادي الاهلي، وعندنا طموحات وعندنا عارفين ان احنا لما بنيجي نخسر بنبقى حاجه بتضايقنا، فده الصوره دي هم وصلها للعيبه، ولما بتوصلها للعيبه اكيد الصوره بتتغير والانطباع عندهم بتبقى كويس ان شاء الله. كابتن ماهر لو كنت عايز تسال كابتن ياسر. كابتن ياسر من خلال الجدول كده واضح اختياراتكم ان احنا النادي طنطا عنده مشكله بالنسبه لاحراز الاهداف، يعني كنت عندكم الولد الهداف مصطفى محمد الولد الصغير ده اللي هو جاي يمكن من نادي الزمالك مشين الزمالك بالظبط، هداف كويس جدا، محتاج بدك مساعده هجوميه لان انت عندك في الجدول هنا نادي طنطا احرز 8 اهداف منهم مصطفى 7 اهداف. بالنسبه لخط الظهر في مشكله يا كابتن ياسر واضح قوي، يمكن مباراه طنطا احرز 16 هدف يا كابتن اسف 16 هدف 16 هدف واخد بالك، لكن يمكن المشكله في حته خط الظهر ان بردك الاهداف اللي دخلت في 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 طنطا 24 هدف بردك عددهم كتير، ودي كانت ظاهره واضحه يا كابتن ياسر في مباراه الاسماعيلي ومباراه طنطا. لا مباراه قصدك على مباراه المصري اسف مباراه المصري اللي 6-3 دي فكان واضح قوي ان المشكله في خط الظهر باين قوي، يعني فمن خلال كلامك كده ان في دعم بالنسبه لقلبي الدفاع قادم من خلال اختياراتكم. بالظبط احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني انا قلت لك الشاذلي ده لعيب من نادي الاتحاد بيلعب برده في الحته اللي هي سد باكات، احنا بنحاول النقص اللي عندنا يعني مش تقريبا في اللعيبه اللي عندنا، اللعيبه عندنا ذو ثقه طبعا
بس يمكن الامور مش مساعدهم او 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 في عدم الانسجام بين اللعيبه. احنا جينا برضه كان في كابتن خالد عيد بيلعب بلعيبه معينه، واحنا برضه بنحاول برضه ما نطلعش بره الخط ده، علشان برضه ما ينفعش مره واحده نعمل تغييرات في الخطوط كلها. فاحنا بنحاول بقدر الامكان الجزء اللي هو الخلفي ده اللي عندنا اللي قدام المرمى ده، بنحاول بقدر الامكان الكابتن اسامه يشتغل عليه. انت عارف برضه محتاجه شغل، محتاجه ازاي نقف في الملعب، محتاجه ازاي لما نيجي نزيد ازاي، وما نيجي نرجع للشكل الدفاع بتاعنا يبقى ازاي. فالحاجات دي كلها الكابتن اسامه واحنا ككاس فني اشتغلنا عليها وبنتكلم معاهم فيها كويس قوي قوي قوي، وبنحاول كل مدى خلي بالك بتبقى فيها تركيز اكتر. يعني مباراه المصري غير مباراه انبي، يعني احنا مباراه انبي انتهت 1-0 في مهما كان، وبرده التوفيق كان التوفيق ما كانش معانا في اليوم ده، لكن انا متفق معاك اللي احنا برده الجزئيه دي احنا شغالين عليها وان شاء الله نشتغل عليها برده ثاني، على اساس برده الجزء ده لو اتقفلت معانا وقدرنا نقلل الحته اللي بيجي مننا جوان بتيجي مننا جوان. فاعتقد واللعيبه مركزه فيها كويس قوي وحريصين جدا اللي احنا الناس كلها شايفه النقطه دي، هي مش هنقول نقطه ضعف بس فيها ممكن يكون عدم التزام، ممكن يكون اللاعب بيبقى عنده نوع من، انت عارف يا كابتن مرة في المكان ده، عارف لو انت اللاعب لو سرح شويه او اي حاجه ممكن يجي فينا جون. فاحنا كنا مشغلين الفتره اللي فاتت على الجزئيه دي وان شاء الله هتقل باذن الله. وهي يا كابتن جزئيه مهمه جدا لو انتوا عايزين تبقوا متواجدين في الدوري الممتاز العام القادم. لازم عدد الاهداف وعدد الهزائم تقل طبعا بشكل كبير. كابتن ياسر انا بشكرك طبعا وبالتوفيق ليك انت وكابتن اسامه وليه فريق طنطا ان شاء الله في الدور الثاني. كابتن لو احنا اتكلمنا على عدد المباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي كابتن، في الدور الاول 152 مباراه، في مباراه واحده مؤجله ما بين الاهلي والمقاولون كله اتلعب طبعا ما عدا هذه المباراه. عدد الانتصارات في الدور الاول 105 مباراه، عدد مرات فوز صاحب الملعب يا كابتن 54 فوز بالنسبه لصاحب الملعب، فوز الضيوف 51 فوز، عدد التعادلات في ال 152 47 تعادل، عدد التعادلات الايجابيه 34 تعادل، عدد التعادلات السلبيه 13 مباراة. أما الأهداف المسجلة ف 367 هدف، عدد اللاعبين الذي سجلوا هذه الأهداف يا كابتن 162 لاعب، في لاعبين بيسجلوا لأول مرة وهم عددهم 40 لاعب منهم 11 محترف، وإحنا بنتكلم على المحترفين. أما بقى عدد الأهداف الذاتية اللي بتخش في مرمى يعني ممكن اللعيب يدخلها في نفسه او يدخلها في مرماه ف 10 اهداف يا كابتن، فبالتالي بالنسبه للاعبين المحترفين يعني كان في هدف اخير بقى بالنسبه للجزئيه دي في الاسماعيلي امبارح في مباراه الاسماعيلي يا كابتن. فبالتالي دي مجموعه من الارقام الاعداد كان عاملها لنا كابتن بالنسبه لنتائج المباريات وعدد المباريات اللي اتلعبت حتى الان في الدور الاول 152 مباراه، وفاضل طبعا مباراه مؤجله. يعني راي حضرتك في الارقام دي بالنسبه لي حتى عدد الاهداف 376 هدف يا كابتن؟ ارقام جميله، وزي ما قلت لك يا محمد ان الدوري العام بيحلو، الدوري العام بيزيد قوه عن السنتين الماضيتين، وزي ما انت شايف يعني باب المنتخب مفتوح، الناس كوبر ورجالته فاتحين باب الاختيارات للعيبه اللي بتجتهد من خلال الدوري العام. بقى في دوافع بالنسبه للمدربين كمان، يعني انت الدور الاولاني ده افرز لنا لعيب مدربين على اعلى مستوى، يعني يمكن سنه اولى تدريب كابتن علي ماهر عايزين نشيد بيه، يعني علي ماهر من ضمن المدربين الاكفاء اللي ظهر بشكل جيد جدا مع الاسيوطي في بداية الحلقه دي عايزه كتير قوي كابتن عايزه حلقتين كمان عشان نتكلم على فرق كتير الصراحه. لكن عايز اقول لك في المجمل في الاخر محمد ظهر لنا اسماء فعلا يبقى مستر كوبر عنده اختيارات. احنا عندنا مشاكل كبيره جدا في حته خط الهجوم ونص الملعب المدافع والمدافعين، فالنهارده الدور الاولاني اظهر لنا لعيبه بصراحه على اعلى مستوى. يعني انا شايف حسين الشحات في المقصة من اللعيبه المميزه بصراحه بقى له فتره، ونتمنى له طب التوفيق في الامارات. لعيب مميز يعني مستواه واضح قوي. حسين جوكر بدا لنا بباك رايت، بعض المدربين يمكن ايهاب جلال لعبه في الباك رايت، عماد سليمان رجعه للمكان الطبيعي اللي هو تحت راس الحربة رقم 9 9 ونص، وكمان بيروح بيهدف. فحسين من المهاجمين المميزين. مصطفى محمد اللي كنا بنتكلم مع كابتن ياسر لاعب الناشئ لنادي الزمالك احرز 3 اهداف في مباراة المصري هاتريك. مبشر انه خامة طيبة
طويل القامه بجد العاب الهوى تسجيله للاهداف، محمد حسن ميدو النصر يمكن ده اكبرهم سنا يا محمد، لكن عنده برضه خبرات بجد العاب الهوى. صلاح امين احنا شفناه يمكن على سنتين الثلاثه اللي فاتوا، صلاح من المهاجمين المميزين المؤثرين بشكل جيد. عبد الله السعيد طبعا نجمنا ونجم منتخب مصر والنادي الاهلي، عبد الله من اللعيبه اللي بتحافظ على مستواها بشكل كبير جدا. محمد اشرف رؤى يمكن ما شفناهاش خلال المباراتين، التشكيله اللي كانت موجوده عليها نادي الزمالك من ضمن الناس اللي لفتوا نظرنا في احراز الاهداف، يعني لعيبه كثيره. وليد ازارو طبعا هداف النادي الاهلي، احمد علي كامل هو مهاجم المقاولين العرب عنده خبرات ومن اللعيبه اللي اكتسبت خبرات من خلال نادي الزمالك ومن خلال نادي المقاولين ويمكن الهلال السعودي. ففي لعيبه، صلاح محسن مهاجم اندي السريع، عنتر لعيب الاسيوطي من ضمن الناس اللي لفتت نظرنا، عواد حارس مرمى الاسماعيلي، بالنسبه كمان يمكن للعيب ابراهيم حسن لعيب نص ملعب الاسماعيلي. يعني في لعيبه كثيره محمد، لا لا بص كابتن صراحه يعني المصري ما شاء الله يعني ممكن تعتمد عليه بشكل كبير في ان يفرق لعيبه للمنتخبنا الوطني، في لعيبه مميزه ولكن تديهم الفرصه بس هي هتلاقيها ماشيه بشكل كويس. ولكن يعني واحنا بنتكلم على الارقام يمكن ضربات الجزاء كابتن، اخيرا بقى قبل ما انهي مع حضرتك اللقاء لازم نقول الجزئيه دي، ان كان في 78 ضربه جزاء احتسبت من خلال الدور الاول، منها 54 سليمه و 54 مسجله انا اسف و 23 مهدره. عدد الحكام المحتسبين لركلات الجزاء هم 26 حكم. يمكن عبد الله السعيد لاعب مميز جدا في ضربات الجزاء واحرز 5 اهداف من 5 ضربات جزاء تصدى لهم عبد الله السعيد في جزئيه ركلات الترجيح، مميز على الكابتن عبد الله السعيد في الجزئيه قوي، وعنده ثقه وعنده خبره وعنده اتزان صحيح، وبياخد القرار والزاويه اللي هو عايزها بيحط بقوه كمان حتى لو جون راح معاها، واخد بالك قوه الكوره بتبقى اسرع من تفكير حارس المرمى. كابتن ماهر نورتني وشرفتني. شكرا كابتن فاروق، احنا فعلا محتاجين يعني عايزين نتكلم على فريق الدور الاول لكن متواجد معانا طبعا كابتن ماهر، لكن الحمد لله قدرنا نغطي على قد ما نقدر. تنورنا وتشرفنا حضرتك يا كابتن والله. شكرا كابتن ماهر. شكرا كابتن ماهر طبعا. واكيد الدوري المصري مميز، يعني شايفينه السنه دي في منافسه شرسه ما بين الاسماعيلي الاهلي المصري والزمالك طبعا وانبي وسموحه، يعني مجموعه الفرق اللي موجوده اعتقد ان شاء الله هنشوف دوري قوي هينتهي في مايو ان شاء الله عشان منتخبنا يستعد ان شاء الله للسفر والاستعداد لبطوله العالم في روسيا ان شاء الله، اللي احنا نتمنى ان احنا نكسر حاجز الدور الاول ونصعد للادوار الاخرى. بالنسبه لكاس العالم هتبقى حاجه مميزه جدا لمصر ومنتخب مصر، وايضا طبعا لازم نقول لكابتن محمود الخطيب ان شاء الله توصل بسلامه الرياض ومنه ان شاء الله للامارات، وقرار صائب في جزئيه عوده المسؤول عن السوشيال ميديا من مجلس إدارة النادي الأهلي. بشكركم وهيكون بعد الفاصل معاكم الزميل الإعلامي محمد الجندي والحديث عن مباراة السوبر. السلام عليكم.